السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور نظر معك بزاف. يا مرحبا بك للا. أنا عندي مشاكل. ما شاء الله. أنا تزوجت عندي 16 عام. ما شاء الله. وديت الحفلية بزاف. ما شاء الله. دابا تلت سنين هادي ما بغاش يطلقني. صافي دكتور خلى لي سكاكر يصلحني. أعوذ بالله أعوذ بالله. ما بغاش يطلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج عليك دكتور معايا بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لالا زينب. زينب كيفاش تزوجتي به؟ واش أنت كنتي راضية عليه ولا والديك فرضوه عليك؟ أنا كنت راضية عليه وكان كيبغيني. أختو اللي فرقاتنا. أختو اللي شافتو ولا كيبغيني وداكشي. نعم. هي اللي فرقاتنا. كنتو ساكنين مجموعين بعضياتكم؟ كنا ساكنين في دار واحدة. خوت الله يعمرها دار. الدراري كانوا مهلين فيا كان كيضربني وكانوا كيقلعوني ليه. وانا بنت صغيرة ما عارفة. صبية 16 عام بقى مازال صبية. يلاه حلت عينيها. المفروض انهم يحتضنوك ويربيوك ويتهلاو فيك. اول الاخر هانوني قال لك انا من هانوني الصرافي قال لك ما جابنيش بنت. اعوذ بالله. هانوني بزاف دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه تهمه خطيره كيتهموا بها بعض الازواج البنات كيقول لها راه جبناها ماشي بنت. مع العلم بان الطب الان والناس الخبراء كيعتبروا بان واحد النسبه مئويه من البنات ما عندهمش البكاره. هكذا خلقهم الله تعالى او عندهم ولكن رغيفه جدا ولا ينسكب منها دم ومن ثم يخيل ويتوهم لهم انها ماشي بنت وهي مسكينه. هكذا خلقها الله تعالى واحد مجموعه من البنات. وخرجت وخرجني الخدمة ما كان جيت ثلاثة الليل في الخدمة وخدمت تعاونت معاه ولا كيهزوا لي الفلوس اللي هي 30000 ريال ولا كيصيفطوني لدارنا ملي كنجيو ردوني وداك الشيء ما درتش هذا الشيء لأنه بقدر بجوج كان ما بديتيها ردها ما بديتيهاش جيبها لدارهم. من دابا ثلاث سنين هادي دكتور جيت لدارنا بلعوا لي حوايجي بلعوا لي الذهب بلعوا لي كل شيء. وهاد الخميس اللي فات مشيت جيت انا ويا داخل خالي وعائلتي داكشي قال لي تفرق معاها قال لي غات تفرق معاها ما تخلص البرا ديالتها وتخلص كل شيء. قلت انا موافقه على ربي غير طلقني. مشينا نهار الخميس درنا طلاق اتفاقي ودفعناه ودابا كنترجعوا الله نهضر معنا نهار 29 شهر 3 باش داروا معنا جلسه وحده باش يطلقني وانا خفت. انا دكتور محتاجك تعيني بزاف. يا رب يا رب. لالا زينب انت راه في الطلاق. انا باغا الطلاق يا دكتور. نعم. خلى لي السيكاتريس تضربني في لحمي في جوار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوه الا بالله. ما بديتش انا قال لي الا هضرتي راه غادي نضحك. ماشي طبيعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت نمشي للخدمة قسما بالله دكتور وخدامة بدراعي. خدامة غير في الفيرما. ما شاء الله. زينب شحال دابا العمر ديالك؟ عمري بنت 94 عمري 22 سنة. لا حول ولا قوة. 80. لا حول ولا قوة. 12 عام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وملي ضربك بزيزوار واش هو كيتناول شي حاجة مخدرة؟ كيدير كيشرب وكيدير الحشيش اللي كيف. أنا ما قال لي كنت كنكمي ما عرفتش قلت لك كيكمي كيجي قسما بالله دكتور. إيه. اللي كيعرف عنا جاب لي الشراب قال لي نشرب أنا وياك. أعوذ بالله أعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما نكذبش عليك دكتور تزوجت به وصبرت معاه وقعت معاه عامين. يعني 50 سنة دركو باش تزوجنا. إيه. وأنا ما نكذبش عليك. رباني العهد قال لي ما نتخلاش عليك.
ولكن هادشي اللي صدر منه راه صعيب. صدر منه مقلق بزاف قسما بالله دكتور. كنقول لك واحد الكلمه. نعم لاله. درك راه العالم كله كيسمع ليا. يا لاله بالي تشاركك مع خويا وهاد الكلمه اللي ضراتني. اعوذ بالله اعوذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا ساتشي اتشي اتشي ربما فات الحدود. قالوا لي انت اللي بغيتي ما لقيتش دكتور اللي وقف معايا وقف معايا الله سبحانه وتعالى. الله ونعم بالله ونعم بالله لاله زينب. انا ما نكذبش عليك انا كنت باغا ناسس حياتي ندير حتى نتزوج حتى بغيت نصبر مع عمري دكتور ما لقيتش ما لقيتش ما نصبر. دابا تهمك في الشرف ديالك. تهمني في الشرف ديالو وضرب ومع الاخ ديالو. مع الاخ ديالو. اعوذ بالله اعوذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله. دروك قسما بالله دكتور خويا الصغير مكذب انا وياه قسما بالله العيب كيجي عندي كيقول لي انت راه اختي. طبعا راك مرت خو راك اختو في حكم من الاخت اكثر من الاخت. انا راه داري بالي هكا راه خالتي خو ماما. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا انتم غير عائله وحده دم ولحم. عائله وحده وفي خرج لي خوتي وكيضربوني قسما بالله دكتور خلى لي السكرتيريس. اعوذ بالله. والوالدين اختي زينب الوالدين ما تدخلوش باش يقادوا الامور. ما تدخلوا والديني هو ما دارش يتقاد خمس خطرات هو كيضربني وكنغضب. تعيت كثير ضربني وصفتني لدارنا بحكم با شرى لي العيد وقال لي صبري وهذه وهذه وكنا ساكنين في مراكش. اييه كاني مراكش وتكرفت عليا بزاف وخرجت حامله وما عرفاش ودفعني في الدروس طيحني بزاف دكتور. الا جيت نعاود لك انا فكرت في الانتحار دكتور. الله يحفظك. لا ابدا اياك ثم اياك غتخسري الدنيا والاخره. اياك تفكري في الانتحار. حنا غنقاومو غنقاومو وغادي نتابرو وحتى يجيب الله الحل. ما لقيتش اللي وقف معايا دكتور. ربي غيوقف معاك ما تخافيش يا زينب. دابا عندي جلسه قسما بالله دكتور. انا اللي بغيت نخلص ديك البلاصه وانا خدامه غير ب 1300 ما نكذبش عليك. وانا معاونه دارنا وكيفاش ندير دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا فهمني بزاف فهمني بزاف وكنخاف دكتور ولات كنخاف برا وكنخرج مع الخمسه الصباح خدامه. الله 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 يفرج عليك. عمري الله 22 سنه. تعذبتي بزاف يا زينب. واه تعذبت دكتور. الفرحه ما ضقتيهاش بزاف في العمر ديالك. عمرني فرحت. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. عمرني تخيلت انا غادي نفرح. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تخافيش يا زينب. هذا اعتبري بانه قضاء وقدر وكان في الاول فيه مجموعه ديال المعاناه وديال الابتلاءات وربي اللي غادي يوقف معك يا زينب. انت يا طاهره وانت عندك القابليه للاصلاح ولكن هذا النصيب ديالك. النصيب ديالك في الزواج بعض المرات ملي كنتزوجوا مع العائله كيوعد واحد النوع من الشيئان والاخت ربما كتشعر بالغيره من زوجة اخيها وكيوقع. نعم اسمح لي دكتور انا درك انا كنت كنبغيه زوجنا عن حب. نعم والاخر تهمني في شرفي ملي انا ما قدتش ندير معايا دوك الحوايج. نعم شي حوايج دكتوره ما نقدش نقولهم لك قال لي ديرهم معايا. اعوذ بالله. مرتهم عليا بالاحترام. اياه مراتو خصها يحترمك ويقدرك وربي عز وجل امرنا بالاحترام. حتى العلاقه الزوجيه راه عندها حدود ديالها. واه دكتور انا بديت كنرد معايا. الله يفرج عليك بنتي. الله يفرج عليك لاله زينب. الله يفرج عليك يا ربي يا كريم. انت يا من هذا الكلام ديالك كنستشف منك بانك فتاة صادقة عاطفية وطاهرة ولكن النصيب ديالك هو هذا. هذا الزوج مادام انه مبتلى بالمخدرات راه ممكن تتوقعين منه كل مرة يدير اي حاجة لان الملكي كل انسان متلبس بالمخدرات كيفقد العقل. وملي كيفقد العقل ممكن يقول كلام جارح ممكن يتهمك بالباطل ممكن يمد يده عليك وممكن وممكن. زينب الله يجمع الشمل ديالك. الا كان فيما يتجمع الله يجمعه. ما كان شيء. احيانا قد يكون الطلاق رحمه وقد يكون احيانا ربما كل واحد يلقى النصيب ديالو في جهه اخرى. ما تخافيش يا زينب ما تقولش بان ما كاينش اللي يوقف معك. دائما معانا اللي كيوقف معنا هو الاقوى الاقوياء هو رب العالمين. توكلي على الله فوضي امرك الى الله احتسبي الامر الى الله وخلي ربي هو اللي كيقدر الاقدار وكيتصرف في ملكه. غادي ينصرك غادي يعزك وغادي يفتح لك باب الخير وغادي يلاقيك مع ولاد الخير.
راه في الطريق ديالنا حنا غاديين من بين الارزاق ربي كيلاقينا مع ولاد الخير وكيلاقينا مع اهل الخير وبالتالي كيقدموا لنا يد المساعده وكيقدموا لنا يد العون ويكون كل خير. الله يكمل لك الرجاء، الله يفتح لك باب التيسير. اسال الله العظيم في هذه الليله الطيبه ليله الجمعه اللي ليله معظمه عند الله، الله يجعل هذه الليله تكون فاتحه خير عليك ويفتح لك الله تعالى ابواب الفرج ويهدي الله تعالى النفوس ويجعل القلوب على بعضها البعض بالرحمه والموده، والله يكتب لك مكاتب الخير. اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.